خي درويش، كيف رضاك على التدريب؟ والله ممتاز جدا. اللاعبين متحمسين وملتزمين، يعني لأول مرة من 3 سنين ما حدا عم يغيب عن التدريب على الإطلاق، وكل الرغبانين يلعبوا مع شيكا زولو. برافو. طيب وكيف استعدادك لمباراة الجزيرة؟ بوعدك إن الصورة رح تنقلب تماما، ورح تشوف فريق تاني غير يلي بتعرفه. وشاكا زولو محل مين بدك تحطه؟ عم فكر اسحب علي من التشكيلة وحط شاكا زولو بمحله. هكا كل شيء إلا علي. وليش بقى؟ أخي من غير ليش، علي لازم يضل أساسي، هو ومهند هدول اثنين بعد لي عني، ومين ما بدك بدي. لا أرجع فكر لكان بتشكيلي من أول وجديد. أصبح ما ضل قدامي غير طالع وليد ونزل شاكا زولو بمحله. أخي عميلي اللي بتلاقيه مناسب. خير في شيء؟ في لك سلام خاص معي من خالي. مين خالك؟ خالي بيكون سيادة اللواء نصرت. هلأ سيادة اللواء نصرت بيكون خالك؟ اللزم اللزم كوتش، ودائما بعتك سلامات معي، هو كتير 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 معجب بأسلوب قيادتك للفريق. بس انت ما سبق قلت لي انه اللواء نصرت خالك. الحقيقة ما كان في ضرورة يعني. اصبح اماني، سلم لي عليه، انا معجب فيه شخصيا كتير، اماني ها؟ الله يسلمك كوتش. كوتش سيادة اللواء نصرت خالي في إله رجاء صغير عندك. خير؟ كابتن يعني الحقيقة سيادة اللواء خالي حابب يشوفني وأنا عم بلعب مع شاكا زولو. إيه والمعنى؟ يعني يا ريت ما تنساني من التشكيلة الأساسية، يعني طالع حدا غيري، لأنه خالي له وجهة نظر مهمة بالفوتبول. وشو وجهة نظر خالك؟ عم بيقول خالي كابتن إنه ممكن شكل أنا وشاكا زولو ثنائي خطير بالملعب، يعني ممكن نكون قوة هجومية ضاربة. شاكا زولو بيرفع لي الطابات على منطقة الجزاء وأنا بنط بحط جوال براسي كابتن، عارف شلون؟ يعني هو بيرفع لي وأنا بنط بحط براسي، هو بيرفع لي وأنا بحط جوال براسي، وعد وعد على جوال كابتن، عد قد ما بدك. طيب طيب ماشي الحال، بس يا ريت تتصل فيي بالتليفون. مين شاكا زولو؟ لا خالك، ووقتها بلعبك أنت وياه. أنا وخالي؟ لك لا شاكا زولو. أيوه. وسلم لي عليه كثير أماني. لشاكا زولو؟ ولك لخالك شبهك عشان الفيلم.